السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج ساعة شهية. إن شاء الله هنستمر مع حضراتكم في سلسلة صحية عن الغذاء الصحي. كلنا طبعا عارفين مدى ارتباط الغذاء بالصحة، ولا يخفى على أحد أن كل الناس بدأت تحس بخطورة وأهمية التغذية، فبقى حتى في الطب في فرع اسمه التغذية العلاجية. انا رايي في الجزئيه دي كمان ان في التغذيه الوقائيه ودي اهم من التغذيه العلاجيه. هنناقش الملف ده وهنتكلم مع استاذ دكتور عادل عبد العال، نائب رئيس اكاديميه اونتاريو بكندا للتغذيه والاعشاب والعلاجات الطبيعيه، وهو استاذنا كلنا طبعا في التغذيه الصحيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. ازيك يا دكتور ياسر؟ ربنا يبارك في حضرتك. ومعانا كمان الشيف رائد ابن النيل حبيبي اللي بيعمل لنا اكل جميل وصحي وشهي. تمام يا دكتور، ربنا يبارك فيك شيف رائد. ربنا يبارك فيك يا دكتور. دكتور عادل، احنا عايزين نتكلم، احنا في فصل الشتاء وحضرتك عارف الجو الشتاء السنه دي تقيل شويه، فاحنا عايزين الاكل الصحي المناسب للجو البارد ويدي طاقه ويبقى مناسب كمان للامراض اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، نزلات البرد والجهاز التنفسي والجيوب الانفيه وهكذا. اهم حاجه على الاطلاق في فصل الشتاء الحفاظ على حاجتين اتنين، ودانك تبقى دافيه طول الوقت، ورجليك. رجلية من تحت القدم. ايوه جميل، يعني لازم تلبس شراب تقيل وتغطي ودانك، اهم حاجه تغطيه الودان. جميل. لان والراس طبعا الودن انت عارف في العلوم السنيه بتمثل جميع اجزاء الجسم. اي نقط كده وظيفيه، اذا دفتها دفت جميع الاعضاء الداخليه. سبحان الله. اتفقنا؟ اول ما ودانك تبرد كده وتجمد وتتلج كل الاجهزه الداخليه بتترعش من البرد. انا كان عندي يعني مفهوم خاطئ ان المناخير هي اللي بتسقع. لا لا لا، دايما الودان. بيقولوا ان هي خريطه الجسم الكامله. ده بيبي كان جنين في بطن امه. سبحان الله. فجرب انت تدفي ودانك هتلاقي نفسك نمت. صحيح. اذا دفيت رجليك هتلاقي نفسك نمت برضه. بعدين الشيء الغريب جدا جدا ان احنا هنقول حاجه بسيطه جدا، مرضى الضغط لو مريض الضغط دفى رجليه وسخنت ودفى ودانه وسخنت ويقيس الضغط هيلاقي الضغط اتظبط. سبحان الله، يعني البرد والبروده بتبقى سبب في رفع الضغط. بالظبط، وبتخلي الدم يبقى تقيل، يبقى دم الشخص لزج. تقيل طبعا، لان الحراره بتخلي الدم فيه سيوله اكثر. سبحان وكل الله. ما الدم بتاعك تقيل هيبدا مش دمك تقيل، يعني ما بتقولش انه لا ولا يبقى. ولكن هيبقى مروره في الجسم بطيء والعضلات تبدا تتشنج وتحس بالبرد يعني، وهيبقى لا قدر الله تعالى عرضه للتجلطات والكلام. بالظبط، اكثر الناس اكثر جلطات بتيجي للناس في الشتاء. بتيجي في فصل الشتاء. في الشتاء عشان الناس ما بتشربش ميه كتير في الشتاء. الناس متخيله احنا بنقول للناس اشرب ميه في الشتاء زي الصيف بالظبط. اذا كنت بتشرب 8 كوبايات ميه في اليوم، اما تاخدهم سوائل او تاخدهم ميه، ما فيش حاجه. اجبر نفسك على انك تشرب. بس لازم تشرب كتير. 90% او 80% من الناس اللي بيجي لها جلطات في الشتاء اكتر من الصيف. سبحان الله العظيم. فعلشان الناس دي يبقى دمها خفيف. ايوه. وفي سيوله وماشي. أيوة. كويس. يبقى لازم يشرب ميه كتير. جميل. سواء الميه دي ينسون حاطط فيها ينسون، زعتر، مراميه، زنجبيل. الاضافات بقى اللي هي النباتات الطبيه والعشبيه الجميله اللي بتبقى سبب في زياده سيوله الدم بشكل طبيعي وزياده انتاج الطاقه والتدفئه. واحنا طبعا لازم تبقى عارف ان في النباتات او اعشاب بتزود سيولة الدم، يعني في حاجات كتيرة جدا بتخلي الدم يبقى فيه سيولة، تخلي الناس دمها خفيف ودمها ساخن كمان. الزنجبيل، القرفة، شوية شطة في الأكل، فلفل أسود، كل التوابل العبقرية المصري القديم حطها في السلطة بتاعته. المصري القديم. أيوه المصري القديم. دي كلها وصفات التوابل مصرية. استخدام التوابل من أيام حتشبسوت كانت بتبعت المراكب لبلاد بونت في الصومال وفي اثيوبيا عشان تجيب الاعشاب والنباتات عشان الفراعنه يستخدموها. اول ناس في العالم استخدموا الاعشاب والنباتات الطبيه استخدامات وقائيه وعلاجيه وطبيه هم الفراعنه يعني. سبحان الله. التراث بتاعهم تراث ضخم وكبير جدا. هم بصراحه كانوا متميزين في حاجات كتير قوي. طيب انا عايز استاذن حضرتك دكتور عادل، عايزين نتكلم مع الشيف رائد ابن النيل. الحاجات اللي دكتور اهلا بحضرتك. منورنا. منورنا حبيبي.
الحاجات اللي الدكتور عادل اتفضل وقالها موجوده عندنا في السفره ساعتها؟ اه طبعا موجوده. هو اتكلم طبعا الدكتور عادل دلوقتي معانا اتكلم عن ان الانسان يتناول كميات ميه. كنت انا عايز اسال الدكتور عادل ايه البديل لو في واحد مش عاوز يشرب ميه او ما بيحب يشرب ميه بكثره في الشتاء، ايه الفواكه البديله الفواكه الشتويه بقى؟ طبعا انت اللي قدامك الاستفندي اهو. طبعا انا بعتبر الاستفندي ده ملك الفواكه الشتويه. ملك الفواكه. يوسف افندي ده طبعا اللي دخله مصر واحد اسمه يوسف افندي، عشان كده سميناه احنا يوسف افندي. بس في دول تانية بيسموه مندرين وسنترا وحاجات كده. ولكن الاستفندي على فكره القشر بتاع الاستفندي لو جففناه وعملناه احد التوابل المنزليه هيدي لك طعم غير عادي. وفي نفس الوقت قشره الاستفندي دي يعني تعتبر من اقوى اقوى المضادات الحيويه الطبيعيه للبرد وزكام الانفلونزا. سبحان الله. القشر سبحان الله. نفس نظريه اللارنج والبرتقال. ولا اليوسف افندي متميز عنهم؟ الاستفندي ارق بكتير، عشان كده لو انت لو جبت حتى قشر الاستفندي ده وحطيته في ميه وهي بتغلي كده واستنشقت البخار بتاعه هيسلك لك الجهاز التنفسي فورا. زيوت طياره او زيوت اللي فيه عطريه اكتر من اي حاجه تانية. سبحان الله. لما انت بتعمله كده بتلاقي الزيت ده ما بيخش في عينيا بسرعه. طبعا الزيت بتاع الاستفندي ده في النمسا، كنت في النمسا وكان ليا صديق هناك عامل بخاخ سبحان الله للزور. انا كان جالي طبعا هناك برد شديد جدا فجالي دور برد فداني بخاخ، فبقول له ايه ده؟ قال لي ده زيت قشر الاستفندي. الزيت بتاع قشر الاستفندي. سبحان الله. بخيت بخه واحده بعد ربع ساعه لقيت نفسي عادي. ما احنا ممكن نعمل القشره كده بخاخ طبيعي انت لو جيت عندك برد او زكام وخدت بخه من زيت الاستفندي وتعمل لك تعقيم كامل وفي نفس الوقت الزيت ده بيعمل كوتينج للحنجرة وهو في نفس الوقت مضاد حيوي يغطيها بحيث ان هو زي ايه لما احنا بنحط الباستيليا او النعناع عشان يغطي فما تحسش بالحرقان. بالظبط. تخدير موضعي. زيت الاستفندي ده او اليوسف افندي زيت من الزيوت المهمة جدا جدا لريليف بين، يعني الحاجات اللي بتشيل الالم فورا، مسكن او مخدر موضعي خفيف للزور بالاضافه بقى للمضادات الحيويه كمان، يبقى علاج سبب المشكله. في الصين بيعملوا منه توابل تتحط على الاكل فانت تسوق الاكله تقول طعمها غريب، طعمها لذيذ، طعمها تبقى عاوز تاكلها. ما انتش عارف ايه اللي فيه، ايه السر اللي فيه، ما انتش عارف ان السر. وكمان يا دكتور بيتهيأ لي يعني قصه فيتامين جيم بقى ان هو موجود في اليوسف افندي والبرتقال وكده وعلاقته بالبرد وعلاقته بامراض البرد. طبعا الاقوى هو قشر الاستفندي ده، حاجه رهيبه جدا. في ناس بتاكله او بتحطه مع يبشروه يحطوه مع السلطه. تمام. احنا بنرميه 90% مننا. الشيف رائد بتستخدم اليوسف افندي تكمله لحديث الدكتور عادل. القدماء المصريين زي ما انت قلت ودايما بتمسك الكلمه دي، شايفك ان انت معجب بالقدماء المصريين منبهر باختراعاتهم. كانوا بيحطوه في الجبنه القديمه والمش الاكل اللي بيخزنوه. طبعا لغايه النهارده. بيخزنوه. النهارده والبرتقال وقشر البرتقال انا بحبه جدا. في المصريين صح؟ صح. في الفيوم هتلاقي في موجود عندنا بكثره يعني بيخللوا القشر بتاع البرتقال قشر الاستفندي وقشر اللارنج. تمام. وده مهم قوي برضو في فصل الصيف. سبحان ليه؟ الله. لان لما بتخلله انت بيعمل لنا فيرمنتيشن بروبيوتيك. ايوه عارف. مخلل الاستفندي او مخلل اللارنج. طيب. استاذن حضرتك دكتور عادل معانا استاذه ايمان. حلو. السلام عليكم. ازيك يا استاذه؟ عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. خلي اليوسفي. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا. عايز اسال حضرتك على وصفه قصدي العين الضعيفه. العين الضعيفه؟ ضعف النظر يعني. تمام. طيب ليك اي استفسارات يا دكتور؟ هو عاده في دكاتره كتير في العالم عاملين برامج لتقويه النظر بتمرينات للعيون، يعني
بيحرك عينيه يثبتها في اقصى نقطه لمده 5 ثواني، والناحيه الثانيه 5 ثواني، فوق 5 ثواني، تحت 5 ثواني، في كل الزوايا بتاعتها بيخلي زي ما يكون يا دكتور بيعمل استريتشات لعضلات العين بالظبط، فبيعمل استريتش وبيخلي الدوره الدمويه تمشي في العين بشكل كويس. سبحان الله. وبتبقى حركه العين سهله. في برامج كثيره جدا ده بيأثر على بعد النظر وقصر النظر والكلام ده. التمرينات دي في مجموعه تمرينات كبيره جدا معموله لتقويه النظر. تاخد الكورس قد ايه في التحسن؟ هو على حسب اجابتك للتمرين. يعني انت لازم تودي عينك لاقصى زاويه، اقصى زاويه تحس ان عينك ابتدت توجعك، الاوتار ابتدت تتشد. تمام. والفوق برضه نفس الكلام، والناحيه الثانيه. حضرتك لو جربتها تستغنى عن النضاره. لا تمام انا هبقى اجربها بس مش دلوقتي. وفي التدفئه للعين باستمرار، يعني نعمل لها كمادات لمده نص ساعه قبل النوم، بيخلي برضه الدوره الدمويه تمشي فيها بشكل كويس، وما يبقاش في العين في جفاف، لان جفاف العين هو واحد من الحاجات اللي بتؤدي باستمرار لقله السوائل في العين، وبالتالي تفقد البريق بتاعها ولمعانها. عشان كده دايما بيبقى فيه اللي هو الماء الغسول في العين، الدكاتره الرمض بيكتبوه. ايوه. والدموع اصلا هي بتغسل العين، واصلا القنوات الدمعيه اللي بتتسد فيها مشاكل كبيره جدا. اكيد. طيب معانا استاذ عرفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ عرفه؟ الله يخليك يا فندم. الحمد لله تمام. الله يخليك. اتفضل يا فندم. كنت عايز وصفه لحساسيه في الانف. يعني حساسيه في الانف. طيب حضرتك عايز تساله ايه؟ الحساسيه دي موسميه، يعني في الصيف في الشتاء ولا في الخريف ولا في امتى بالظبط؟ نعم. ولا طول السنه؟ لا على طول من ساعه ما اتولدت، يعني حساسيه في الانف مزمنه يعني. طيب تمام. تمام خلاص. اسمعنا يا استاذ عرفه. اسمع دكتور عادل. اتفضل دكتور. طبعا من نكمل بس السؤال بتاع الانسه اللي سالت من شويه. طبعا معظمنا واحنا بنصلي ساجدين بنغمض عينينا. كتير جدا جدا من المصلين وهم ساجدين بيغمضوا عينيهم. احنا بنقول لاي حد وهو ساجد بس في الصلاه فتح عينك. لما بتفتح عينيك النظر محل السجود، يعني دايما خلي نظرك محل السجود. وانت ساجد فتح عينيك، الدورة الدموية برضو بتمشي في قاع العين وبتتحسن النظر تحسن كبير جدا. عشان كده كل ما تطول في السجود وانت فتح عينيك هتلاقي نظرك ابتدى تحافظ عليه بشكل كبير جدا، لان انت لما راسك بتبقى تحت الدم كله بيندفع. فانت لما بيكون حد يا دكتور اتفضل ما تعملش قبض للجفون عشان تقلل مرور الدم. خلي العين تاخد التقعر الطبيعي بتاعها نتيجه الضغط الداخلي عليها. في وضع السجود واحد من الحاجات اللي بتقوي النظر. طبعا قراءه القران من الحاجات برضو، لان عينك بتتحرك باستمرار على المصحف فبتقوي النظر. ما عندك تاني عصير الجزر معاه شويه زنجبيل من الحاجات اللي بتفيد النظر جدا. عندك البنجر مع القرفة من الحاجات برضو اللي بتساعد في زيادة الدورة الدموية وتقوية النظر باستمرار. حتى كان في مثل بيقول عمرك شفت أرنب لابس نظارة؟ ما فيش طبعا. طيب يا دكتور، أستاذ محمد من اسكندرية. أهلا وسهلا أستاذ محمد. من السعودية آسف. أستاذ محمد من السعودية؟ بكلمك من السعودية. أهلا أهلا وسهلا بيك. لا اتفضل. انا عاوز اكلم الدكتور عادل. اتفضل يا فندم. دكتور عادل مع حضرتك. والله يا دكتور انا عندي بواسير وعامل عندي نزيف جامد قوي، يعني في عرق كده ساعه ما اخش الحمام وتكرم كده بيجيب دم كتير، يعني زي ما اكون بتضخ بابره كده. تمام. انت عملت تحليل براز ولا لا؟ لا انا في السعوديه انا كنت عامل عمليه، والعمليه يعني زي ما اكون خد من العضله شيء او اي حاجه، فانا عاوز حاجه توقف النزيف يعني. طيب انت خدت ايه الادويه اللي انت اخدتها؟ انا كنت باخد بتاع مرهم كده من هنا من السعوديه، انا كنت باخد حقن طول وقت النزيف. بس برضه مهما كان برضه عاوز وصفه من عند حضرتك او شيء يعني تحش النزيف ده شويه يعني، او تمنعه على منزل مصر ان شاء الله. طب انا بسال سؤال، انت عملت تحليل براز ولا لا؟ في اي التهابات في القولون ولا لا؟ لا ما فيش حاجه خالص، كنت عامل منظار ما فيش اي حاجه في القولون. يعني انت عملت منظار ما فيش حاجه في القولون الحمد لله. كل الدم من التهاب في البواسير، عاوز حاجه فوق في الدم بس.
توقف الدم فورا. حاضر، شكرا ليك يا استاذ محمد. انتظر اجابه الدكتور عادل. اتفضل دكتور عادل. هو في وصفه يمنيه كانوا عاملينها للوقف الدم بتاع البواسير، وصفه يمنيه قديمه والحقيقه ناس كتير جربوها، لو بتدي فوائد رائعه جدا. بيجيبوا بن، طبعا اليمنيين بيستخدموا البن في حاجات كتيره. فاكر حضرتك لما واحد بنسد الجرح بالبن، تروح سددها بالبن. فبيجيبوا البن ويحطوا معاه شويه حنه، يعني البن بنسبه 50% وحنه بنسبه 30% ويحط عليه عسل 20%، عسل نحل، ويخلطها ويعملها زي البوس كيدز. دي بتدي نتائج كويسه قوي قوي قوي. طيب بفضل الله سبحانه وتعالى. في طيب دكتور عادل، نروح للشيف بتاعنا. الريحه بصراحه هتجوع الواحد. واحيانا يضيفوا عليه شويه فحم. شويه فحم. طبعا فحم، اللي هو اللي بنحطه اللي بنشوي عليه. فحم عادي بيتطحن، نجرشه. بيتطحن حتى مع الحنة. ده في اليمن اللي بيعملوا كده. تمام، وجابت نتائج كويسه الحمد لله. مع التدفئه بقى، يعني مع التدفئه. يعني الدرجه هم بيعملوها الحكايه دي ويدفوا. تمام. طيب قبل ما نروح للشيف رائد، معلش يا شيف رائد، الاستاذه فاطمه معانا. استاذه فاطمه، الو. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت عايز اسال الدكتور عادل. اتفضلي دكتور عادل مع حضرتك. اختي ايديها بتعرق، هي ورجليها جامد قوي، جسمها كله بيعرق. عرق في الشتاء؟ في الشتاء يعني تقصدي تقولي بيعرق زياده في الشتاء؟ في الصيف وفي الشتاء، ايديها ورجليها وجسمها كله. اقدم وصفه استخدموها المصريين القدماء للعرق، زياده العرق، كانوا بيجيبوا بودره التلك مع مسك وشويه شبه صغيرين، ويعملوه كده بودره يعني مع بعضها، ويمسحوا بيه المناطق اللي بتكون فيها العرق كبير، ودي بتدي نتائج حلوه جدا جدا. بس يا دكتور دي هتستخدم بقى يعني كعلاج ولا مع كل مره؟ بعد كل حمام يعني، استخدام دائم. استخدام دائم بعد كل دش. تمام. طيب نروح للشيف رائد ونشوف الحاجات الحلوه، ريحتها جميله جدا. النهارده احنا عاملين، انت مجهز لنا ايه النهارده؟ النهارده المنيو بتاعنا شاهي، عاملين عدس، والعدس شوربة عدس. شوربه عدس، ايوه تمام. وعاملين سلطه بنجر. سلطه بنجر لسه قايل بيتكلم على البنجر عشان العينين. البنجر طبعا مهم. وفي جزر اكيد صح، في عباره عن بصل وفلفل وكرفس وطماطم وخيار وبنجر. انت دي جرعه فيتامينات ومعادن واملاح معدنيه. لا ما يا دكتور، في مقوله معروفه قوي بيقول كل ما طبق السلطه يبقى ملون، صح كده؟ طبعا. كل ما مضادات الاكسده مختلفه وفيتامينات مختلفه. طبعا ده هو حاطط كرفس، والكرفس لوحده عبقريه، لان الكرفس لوحده احسن واقي من هشاشه العظام. سبحان الله. وحاطط البنجر، والبنجر ده اكبر واقي من فقر الدم. وحاطط بصل، وده مضاد حيوي طبيعي. يعني انت عندك دلوقتي منجم معادن في طبق السلطه ده. ده انت كده فيتامينات واملاح. شيف رائد 100%. طب ما انا عايز بقى انت تقول وجهه نظرك انت في اللي انت منقيه ده. انا عاوز اسال سؤال بس. شيف رائد، انا جربت اكل طباخين مشهورين يعني. بس الشيف رائد لقيت الاكل بتاعه ألذ بكتير جدا. نفسه حلو. بيقولوا نفسه حلو. بس انا عاوز اعرف السر منه هو بقى. ايوه. ايه السر بقى ان اكلك؟ السر يا دكتور. ان انا بعمل الحاجه بحب. الله. يعني انا بحب المطبخ. فعشان كده عايز اديله كل اللي عندي، عايز اللي ياكل حاجه حلوه. سبحان الله. زي ما بنقول الطباخين كتير. وكل الناس بتطبخ، والست في البيت بتطبخ، واي حد لو جعان لازم يخش يطبخ عشان ياكل. القضيه هل هو بيحب المطبخ او بيحب العمل اللي بيعمله ده ولا لا؟ هي القضيه الله. عندي قضيه حب، انا عايز افنن في الاكل، فعشان كده ببدع فيه. سبحان الله سبحان الله. هو الابداع بقى مع ان هو يختار الحاجات الصحيه تبقى حاجه جميله. لو بتطبخ وهي متنكده تلاقي الاكل بتاعها طعمه وحش جدا. انا جربت الموضوع ده. اكيد كله مجرب. لا دكتور صحيح، يعني لو هو بمبدا الشيف رائد بيقول بيبقى يعني سلامه النيه كده، وان هو بيبقى مبسوط وفرحان وبيبدع. اصل انت طول ما انت مبسوط وفرحان هتبدع. سبحان الله. اول ما تتنكد كل الدنيا. جميل. طب احنا بقى عايزين نخلط اللي هو النفس الحلو والمهاره
مع نختار الاكلات الصحيه. احنا دلوقتي اخترنا النهارده شيف رائد، انا طبعا ده باتفاق مسبق عشان تبقى عارف يعني. عاملين النهارده شوربه عدس. جميل. شوربه العدس دي واحد من ابداعات المصريين. دايما المصريين زمان جدا من الاف السنين. تمام. العدس ده واحد من المأكولات الشتوية المهمة جدا عندهم. اكيد اكيد. شوربة العدس، طبق شوربة العدس، هيقول لنا الشيف رائد مكوناته ايه دلوقتي. العدس يا دكتور، احنا اهو شوربة العدس معانا على النار اهي. عبارة عن ايه بقى يا دكتور؟ عبارة عن عدس حاطين معاها بصل، حاطين معاها شرائح جنزبيل، حاطين معاها فصين توم، مع نص ليمونة، مع بصل، مع جزر. مع جزر. دي جرعة دواء بقى اللي عملها، دي جرعة دواء من امراض البرد والزكام وامراض الشتاء بشكل عام. سبحان الله. ودي لما بس مش عارف حطيت عليها معلقه سمنه بلدي ولا لا. اه طبعا، احنا عندنا صدور الدجاج هنا بالسمنه البلدي. انا عايز اعرف راي حضرتك وراي الشيف رائد. اه، ما هو هنا الدكتور عادل مركز على السمن البلدي، بيحب دايما الحاجه الطبيعيه علميا، مع ان الناس السمن البلدي، مع ان الناس يا دكتور متخوفه من موضوع السمن البلدي والكلام احنا ده. احنا بنقول دلوقتي ايوه وبنقرر، والكلام ده قلناه من 30 سنه. الطبخ بالزيوت سبب 90% من مشاكلنا. الطبخ بالزيوت، الزيوت المقليه والمهدرجه والسمن النباتي، كل ده هي دي الحاجات الاساسيه اللي بتعمل انسداد في الشرايين. انسداد شرايين بالظبط. تمام ماشي، عكس ما هو معروف بالظبط. اما الدهون الحيوانيه الطبيعيه والسمن البلدي بتاعتنا مش باسراف طبعا. تمام. يعني 2 جرام 5 جرام 10 جرام ده بحس يعني ان بس يبقى لها طعم حلو في الاكل. لا دي مش طعم حلو، حضرتك استاذ في المناعه. ماشي. سر من اسرار السمنه البلدي في علاج امراض المناعه غير معروفه زي الصدفيه والروماتيزم، المناعه الذاتيه، امراض المناعه الذاتيه اللي الجسم بيهاجم نفسه. سبحان الله. واحد من اهم الاسرار بقى، خدها دي وبعدين خلاص. في واحد من اهم اسرارها ان الناس ابتدت تطبخ بالزيت فالمناعة بتنهار. تمام. وتغلي الزيت فالمناعة تنهار. طيب ايه الفرق بين الزيت والسمنة البلدي او الدهن بتاع الخروف؟ حتة من ليه الخروف تطبخ بيها. من اسرار الخصوبة للرجال وللنساء قطعة من الدهن ان شاء الله 2 جرام تاخدها في وجبة يومية. مهمة جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم على بني اسرائيل الدهون بتاعه الحيوانات، ايوه، حرمها عليهم ليه؟ عشان عقاب ليهم، عقوبه. ماشي. فسر من اسرار الخصوبه حته الدهن دي. يعني انا سيدي عطا الله يرحمه لما كان يجيب اللحمه، طبعا كان بياكلوا اللحمه كل يوم سبت بس، يعني في سوق عندهم بيبقى فيه اللحمه، بيبقى يوم في الاسبوع اكل لحمه، لازم تكون حته اللحمه نصها دهن ونصها لحم. سبحان الله. لو حته لحمه حمراء يقول لك دي صح ليفه، بتاكلني ليفه، ما يحبهاش. وعاش 98 سنه. الله. والاخر يوم في حياته بيروح المسجد ويرجع. ما سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. فالدهون الحيوانيه او السمن البلدي ليها سر بسيط قوي. السر ده ان العصارة الصفراوية اللي عندنا وظيفتها الاساسية ايه؟ تهدم الدهون. طب لو ما لقيتش دهون مش هتنزل، ولو مش هتنزل ممكن تعمل لنا مرارة. طبعا تعمل مشكلة في المرارة، حصوات في المرارة، هتحتقن، هتحتقن ويعمل لنا وتعمل التهاب. طبعا. واحنا بنقول لا، قاعدة لا تدع اي جزء من اجزاء جسمك يلتهب. طيب انا ولا تدع غدة ما تفرش عشان ما تحتقنش. تمام. ولا تدع حتى الغدد اللعابيه لازم تشتغل. جميل. عشان ما تحتقنش. طيب القاعده خلصت كده يا دكتور؟ القواعد اللي حضرتك قلتها هنكملها بعد السؤال بتاعك. شكل السؤال علشان بس ده انا اسايب الاستاذه. استاذه مين معايا؟ الاستاذه رحاب. استاذه رحاب معلش انا اسف ان انا قعدتك على السماعه، اتفضلي يا فندم. ممكن اتصل مع الدكتور؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انا يا دكتور بصحى الصبح من النوم بلاقي عينيا كلها منفخة من فوق ومن تحت، يعني بتتر كده عبر النوم. بتلاقي عينيكي منفخة؟ وسؤال تاني لو سمحت. معلش. ايه؟ سؤال تاني. اتفضلي. انا وزني 65
وطولي 159. الله اهتم. طولي يعني الوزن كده متناسق مع الطول. طولك كام؟ 65. طولها 100 حاجة و50. 59. ها؟ 59. 159. ووزنك؟ 65. 65. طيب. وسؤال معلش آخر آخر مرة معلش. اتفضلي. معلش يا دكتور. اتفضلي يا فندم. أنا تحت تحت عينيا غلط وحوالين مناخيري كده في سواد وحوالين حنكي. في سواد. في سواد صح؟ طيب ماشي شكرا. عندك عندك حرقان في البول؟ ايوه. عندك حرقان في البول؟ طيب اي حد فينا يحس ان اول ما يصحى يلاقي عينيه منفخه لازم يعمل وظائف كلى. لازم. الله ينور على حضرتك. نعمل وظائف كلى وفي نفس الوقت نجيب شويه بقدونس. يا شيف رائد عندك البقدونس اهو اوريه لهم بقى. البقدونس ده انا بعتبره المنظف. البقدونس ده شويه البقدونس دول يتحط في ميه مغليه يتغلي يعني يتحط في ميه مغليه ونغليه لمده دقيقه ونص على نار هاديه. تمام. ونغطيه عشان ما يطيرش الحاجات. ايوه. ونشرب كوبايه كبيره كل يوم الصبح على الريق. على الريق. جميل. دي بتغسل لي الكلى بتنضفها وهتلاقي من تاني يوم ما تعمل الحكايه دي اذا ما لقيتش البقدونس خد كزبره. في كزبره عندك؟ نفس التأثير. كزبره خضراء ولا ناشفه؟ ايوه كزبره خضراء برضه. الخضر. الكزبره والبقدونس الاثنين من الحاجات المهمه جدا. تمام. جدا هي الكزبره ونسبه الزيوت داخل معاهم الكرفس برضه؟ لا لا الكرفس بناخده للعظام بس. تمام. انما دي الكزبره والبقدونس الاثنين ليهم وظائف مهمه جدا في تنظيف الكلى. ده السائل واخراج السموم اللي السموم بنشربه عن طريق ينظف الكلى. جميل. فاذا ابتدت تجرب مغلي البقدونس كوبايه كبيره كل يوم الصبح على الريق هتلاقي اول ثلاث ايام ابتدى الورم اللي تحت عينها يختفي. ومش بس الورم السواد كمان اللي تحت العين. تمام. هيختفي لان الورم ده بيقول ان المنطقه دي التهبت لما تلتهب تحمر بعدين تحمر تسود. تمام. وبعدين ندهن بس زيت اللوز الحلو تحت العين هيدينا نتيجه كويسه جدا جدا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وبيتهيألي وزنها مع طولها اعتقد مفيش فيه مشكله. ها؟ وزنها مع طولها مناسب. يعني 159 بس مش عارف انا يهمني محيط البطن. يهمني محيط البطن اهم حاجه. محيط الوسط. طول ما الوسط محيطه اصغر من محيط الصدر والارداف وباين يبقى انا ما عنديش اي مشكله. اول ما البطن تكبر هو دي المشكله. الله ينور على حضرتك. تمام. طيب انا معايا لسه استاذ حسن ولا استاذ حسن؟ يا باشا معاك يا باشا معاك يا باشا. انا اسف يا استاذ حسن ان انا اخرتك معلش. اتفضل. زي بعض يا باشا. اتفضل حبيبي. معلش يا باشا انا باشا عذرك. انا بص ستك كل ده كل الدكتور عادل سمعت حسن النجيه فيه ثلج من تحت. اتفضل يا حبيبي دكتور عادل مع حضرتك. في ثلج من تحت في ايه؟ في خلاط مش سامع. ثانية واحدة شوف. اتفضل يا استاذ حسن. يا باشا شوف ضربك في الخلاط دلوقتي. ده هو في ثلج رجليه من تحت يا دكتور عادل. في ايه؟ في ايه؟ ثلج رجليه من تحت. لا انا مش فاهم معلش في ايه بالظبط؟ في ايه من تحت؟ في رجليه من تحت في ثلج. ثلج؟ مثلجين. سقعان من الرجلين من تحت؟ من تحت ثلج في رجليه. دايما يعني طيب يعني انت بتدفي نفسك وبتلبس شرابات وكده بس برضه سقعان. حتى لبست مخزن كيس رجليه برضه في ثلج. انت عمرك كام سنه؟ انا عندي 63 سنه. 63 سنه. طولك كام وزنك كام يا عم حسن؟ طولي في حضني 50. وزنك؟ وزني في حضني 4. 104؟ 104. ده انت تخين بقى يا عم حسن. لازم وزنك ينزل الاول ماشي. هنتفق على ان احنا ننزل وزنك. اتفقنا. عدم وصول الدم للاطراف بيحسسنا بالبروده. عشان كده بننصحك بطبق شوربه عدس من اللي الشيف رائد عاملها دلوقتي. الشيف رائد. بتاع الشيف رائد. الشيف رائد بقى دلوقتي بيعمل طبق شوربه عدس. طبق شوربه العدس ده هيخلي
رجليك تدفى في نفس بعد ربع ساعة بالظبط هتلاقي رجليك سخنت بالتركيبة سبحان الله. بالزنجبيل مع شوية شطة وشوية فلفل اسود. الله عدس بالزنجبيل بشوية فلفل اسود. الله واحد من اهم الحاجات اللي بتساعد على تدفئة الجسم في الشتاء. سبحان الله زيادة الدورة الدموية. قول لي بقى قول بقى تاني تركيبة العدس ده للوقاية من البرد والزكام وبرودة الاطراف. ماشي. العدس عبارة عن عدس وجزر وبصل وكرفس وجنزبيل طبعا والبهارات فلفل اسمر وكمون وكزبره وما ننساش الليمون والثوم اهم شيء. وشويه شطه صغيره. طب معلش في سؤال فني يا شيف رائد بعد ما بيعمل الوصفه دي يا دكتور وفيها الحاجات دي كلها العدس المفروض بيتصفى ولا الكلام ده مش مظبوط؟ لا بنضربه كله في الخلاط. ليه صفيه؟ ليه صفيه؟ صح كده؟ عاوزين الالياف اللي فيه ده لان دي بتمنع الامساك وتنشط الجهاز الالياف. الله ينور على حضرتك. يبقى معنى كده يا دكتور ان الفاكهه على بعضها افيد من العصير؟ طبعا 100 مره عشان الالياف. 100 مره. ليه بقى؟ احنا يعني دلوقتي انا لسه بتكلم عن قشر البرتقال افيد من البرتقال مش كده؟ اه طب لما نبص احنا على البرتقال نلاقي فيه الياف بيضة ما بين القشره دي دلوقتي بتصنع منها دواء يخفض الكوليسترول في الدم. دواء؟ ايوه سبحان الله. الالياف اللي فوق قشره البرتقال دواء سبحان الله. البيضه دي اللي الناس بتقشرها كده الابيض يقعد يشيل. الناس بتقعد تعملها كده وتشيل يقعد يشيل في قشر البرتقال كده ويشيل في الحاجات دي خالص. ده الان تباع منه كبسولات لتخفيض الكوليسترول الضار في الجسم. سبحان الله العظيم. طيب يا دكتور معانا استاذ محمد. معانا استاذ محمد. استاذ محمد من اكتوبر اتفضل. استاذ محمد الو. اتفضل يا حبيبي. مساء الخير. اهلا وسهلا اتفضل دكتور. أيوه. عادل مع حضرتك. أيوه. والشيف رائد. انا حابب بس اكلم الشيف رائد اقول له الحمد لله على السلامه. جميل يبقى مكالمه حلوه بقى للشيف رائد. يبقى انت راجل اكيل. راجل اكيل اتفضل. انا بحب الشيف رائد جدا وعايز اقول له الحمد لله. كلنا بنحبه على فكره ويا ريت ما يغيبش عننا تاني واحنا دايما بنتعلم منه ونتعلم من اكلاته. ربنا يبارك في حضرتك ونورت مكانك ومنور الشاشه دايما يا رب. تسلم تسلم حبيبي ربنا يبارك في حضرتك وكل ضيوفك الكرام ومنور الدكتور عادل طبعا. حبيبي طبعا دكتور عادل. عادل حبيب الملايين دايما منورنا يا رب كده دايما على الشاشه. اكيد حبيبي. وحابب اقول للشيف رائد ما تغيبش عننا دايما احنا دايما بنتعلم من اكلاتك كتير. ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله معاكم كل يوم ثلاث في نفس هذا الميعاد ان شاء الله. ان شاء الله على خير. يا ريت بقى الشيف رائد بعد اذنك انا حابب بس اعرف طريقه المكرونه البشاميل بس تقولها لنا يا ريت. اسهل حاجه يعني يا حبيبي عامل سد شرايين وسلامي كتير للدكتور عادل وعايز اقول له الحمد لله على السلامه ونورت الشاشه. خلي بالك المكرونه البشاميل دي اختراع لانسداد الشرايين. ها طب ما احنا ممكن نستخدم يعني فيها حاجات صحيه دكتور في الشهر مره اوكي لكن تبقى من عشاق المكرونه بالبشاميل تبقى كارثه لان المكرونه بالبشاميل دي اختراع مخصوص لانسداد الشرايين وبيرفع السكر بشكل كبير جدا وبيزود الضغط بشكل كبير جدا. كل ما لخبطنا في المكرونه وحطينا عليها الحاجات الكثيره دي كل ما بقت مضره جدا جدا. مره في الاسبوع مسموح لكن كل يوم لا. طب ورأي حضرتك في المكرونه نفسها صحيه؟ يعني قصد الدكتور ما تبقاش وجبه رئيسيه. المكرونه نفسها اللي هي دقيق ابيض زيرو. هقول لك بقى سر تاني من اسرار المناعه يعني. لقوا ان كتير جدا جدا من الناس عندها حساسيه اسمها حساسيه الجلوتين. جميل. وده سر خفي من اسرار امراض مناعيه ما احناش عارفين سببها ايه. بيبقى سببها في الجهاز الهضمي. بالظبط. فحساسيه الجلوتين الناس اللي بتفرط في تناول المكرونه المخبوزات العيش الكلام ده اما الجسم يعتبر ده حاجة غريبة ويخزنها ويرفع الوزن رفع كبير جدا او تضرب جزء من اجزاء الجسم الجلد تطلع تحت الجلد تعمل لنا صدفية تطلع تحت او الكاونت ده مضادات حيوية تبقى مناعة ذاتية. بالظبط. فبتخلي الجسم يدافع عن نفسه ممكن تعمل لها روماتيزم روماتويد. عشان كده بنقول قلل المخبوزات بقدر المستطاع بقدر المستطاع. خبز الشعير كويس جدا 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 يعني احسن من خبز بتاع القمح لان احنا بنستورد القمح. انما الشعير موجود في مصر والمزرعة. القمح ده مش عارفين بره معدل وراثيا ولا ايه بالظبط. بالظبط. لكن لا يزال الشعير المصري بتاعنا شعير نقي كجين وراثي نقي.
تمام. فاحنا بنقول الناس بدلوا بس البدائل الصحيه. يعني في بلاد كثيره في العالم منعت دلوقتي الخبز بتاع القمح، منعته قانونا. دي اكيد في اوروبا عشان ما بيزرعوش. جميل. راي الشيف رائد في المكرونه ايه؟ والله انا باكل مكرونه مره في الاسبوع طبعا، مره في الاسبوع طبعا. لا مش كل يوم. احنا لقينا الناس التخان قوي بيستسهلوا جدا يعملوا مكرونه. وجبة سريعة بتتاكل بسرعة وشهية، وبيبقى طعم بصراحة المكرونة أكيد من إيدك يا شيف رائد بيبقى شكلها طعمها مختلف. ربنا يبارك فيك. ده ربنا يبارك لك. طب أنت بتعملها بس إزاي؟ إحنا عايزين بس تقول أنت الطريقة بتاعتك، طريقة المكرونة البشاميل، والدكتور عادل يقول لنا البدائل الصحية لو أمكن. هو واضح إن أنت بص واخد موقف عدائي من المكرونة. بص أنا ضد أي حاجة أي حاجة ما تكونش طبيعية 100%. الله ينور على حضرتك. يعني أنا دلوقتي اتفقت مع الشيف رائد انه يعمل لنا محشي للتخسيس، محشي صحي. اوبا، اكل محشي كوسه؟ لا ده دي خطه صحفيه. بص محشي للتخسيس. للتخسيس محشي للتخسيس. انت متفق مع الدكتور عادل؟ طبعا متفق مع الدكتور عادل. كل حاجه انا والدكتور عادل متفقين عليها. يعني دلوقتي لاني ما فيش اعز على الانسان من جسمه وصحته. صحه سبحان الله. فلابد يتبع، والطبيعي يكسب زي ما بيقولوا. الطبيعي تمام يكسب. تمام. التكلف في الاكل مش حلو، مضر. والشيء ان زاد عن حده بيتقلب ضده. لا بس انا عايزك تقول طبعا. يعني المحشي النهارده محشي للتخسيس. استاذي العزيز بص، المحشي النهارده اختراع. بص النهارده المحشي ده مصري برضو. المحشي ده اختراع مصري. طب اختراع مصري 100%. تمام. بص دلوقتي الشيف رائد، خلي بالك دي الكوسه، شوف سمك الكوسه قد ايه سميكه يعني. مش وبعدين دي من الأغذية الباردة والمرطبة واللي بتحتوي على بيسموها الأغذية ذات المحتوى المائي العالي جدا. يعني بتمنع الجفاف. ادي واحد. يعني ما تخليكش الخلايا بتاعتك تبقى عطشانة. دي بتدي لك إحساس تام بالشبع. جميل. لأن السائل اللي فيها عامل زي السيتوبلازم بتاع الخلايا. سبحان الله. وحتى الناس بيستخدم مقشر الكوسة للتجميل. ماشي. اللي هي اللي هي المسكات انت حاطط فيها يا شيف. هل يوجد بها عنصر النحاس يا دكتور الكوسه؟ طبعا فيها مغنيسيوم وسيلينيوم وفيها نحاس. اشمعنى تسال على عنصر النحاس؟ ليه تقريبا ليه حاجات للجسم وخاصه القلب. ايوه انا اعرف كمان ان النحاس بيخش في الكولاجين. ايوه بالظبط. له علاقه بالاربطه والكولاجين والجلد. بيمنع التجاعيد كمان. ودائما احنا الايام دي لا انت حاطط ايه جواها بس قول لي الاول بسرعه قبل ما ها احنا فوتنا وصفه المكرونه ودخلنا انت شفتنا كده من المكرونه. عايزين نتكلم على المكرونه عشان الدكتور عادل. خلينا في الاكل الصحيه نعملها للرفيعين. تمام. المكرونه احنا مش بنمنع حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام لم يعب طعاما قط. صلى الله عليه وسلم. صحيح. اذا اشتهاه واكله واذا عرفته نفسه تركه. ماشي. المكرونه لو انا عندي اطفال اديهم مكرونه لازم. يعني الاطفال الصغيرين ليه لازم؟ علشان بيبذلوا طاقه كبيره جدا جدا وعاوزين مصدر سهل لامتصاص الطاقه. يعني انت بتاكل المكرونه بعد 20 دقيقه تكون وصلت لدمك. تمام. يعني تمتص فتره امتصاص المكرونه 20 دقيقه. بس هي يا دكتور هدفها الرئيسي الطاقه سريعه الهضم طبعا. بتدوب في الفم عشان كده اللي بياكل المكرونه يقول لك انا جعان هياكل تاني. يقول لك انا جعان ياكل بالزبط. تاني فالعمليه ايه؟ هو انا ليا تفسير في الموضوع ده بس انا بعد الحلقه هقوله للدكتور عادل. بس انا عايز اسال سؤال، هي مصدر طاقه بس مفيش مغذيات فيها؟ اذا كانت معموله من الطحين اللي هو الخالص يبقى مصدر مصادر الطاقة بس. تمام تمام ماشي. تمام. المكرونة غذاء مناسب للرياضيين، للي بيلعبوا بيتمرنوا، اللي بيجروا. اللي احنا بنتكلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعب طعاما قط. فالمكرونة واحدة من الأغذية المهمة جدا للأطفال اللي بيبذلوا مجهود كبير جدا، ضعيف الشهية لأنها بتمتص بسهولة والجسم بياخدها بسرعه بتديني طاقه مباشره. جميل. هي كمصدر للطاقه للناس اللي بتحتاج ان هي تبذل مجهود وتفرز طاقه كتير. بالظبط. عاوزين نبني ناخد بقى لحمه وفراخ وسمك عشان عناصر الغذاء بقى بروتينات وفيتامينات ودهون بشكل اساسي. اذا عاوز اكبر العضلات لازم اخد بروتين. تمام تمام تمام.
نكمل بس وصفه المحشي ده، لان وصفه المحشي للتخسيس دي 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 لوحدها دي احنا عندنا النهارده سر. اولا المحشي ده جمع معظم انواع الخضار اللي عندنا، حطينا فيه كرات، حطينا فيه كرفس، حطينا فيه كزبره. خلي بالك الكرات ده لوحده، الكرات ده لوحده واحد من معجزات منع انسداد الشرايين. سبحان الله، يمنع انسداد الشرايين كرات لوحده. وده كتير جدا ما بقاش موجود في الاسواق المصريه. يعني نادر علشان شيف رائد يجيبه، اكيد لقيت صعوبه. هي من عيله البصل والحاجات دي، هو من العيله نفس العائله دي. طيب عشان احنا قدامنا خمس دقايق بس، فانا عايزك بقى تقول لنا الوصفه دي. تمام، حطينا الخضار اللي عندنا. اهم شيء بقى ان الدكتور بقى ايه قال لي على سر خطير جدا، ان قلب الكوسه بتعمل فيه ايه يا شيف رائد؟ انت قلت له برميل. قال لي برميل. قلت له الطبيعي يا دكتور ان احنا بنرميه بياكله البط. بيتاكل البط. فالدكتور قال لي لا، انت بتاخد القلب، والقلب ده هو منبت الحاجه، اساس الحاجه، ده الغذاء بتاعها. طب هنعمل فيه ايه يا دكتور؟ قال لي تحطه مع الخلطه بتاعتك، تقلل الرز جامد وتكتر القلب الكوسه. يا دكتور دكتور كمان قال لي ما تجيبوش. انت طلعته بره ما حطيتوش في الكوسه ليه؟ لا حطينا. لا دي عينه، ده قلب الكوسه. قلب الكوسه على فكره من الحاجات اللي وعملناه بنفس الطريقه جداً. الطريقه الطبيعيه يعني. على فكره لما بيستوي نص سوا كده وتحط له التتبيله بتاعت الشيف رائد بيبقى عامل زي الجمبري. ما هو يا دكتور ده بيبقى موجود في شوربه الخضار، تتبيله السمك. مش شوربه الخضار اللي فيها كوسه بيبقى فيها القلب وبتبقى طعمه جدا. شوربه الخضار لما بتقطع الكوسه بيبقى قلبها جواها. هو بيسوي نص سوا الشيف رائد كده، حط عليه التتبيله بتاعت السمك فتاكل كانك بتاكل جمبري. سبحان الله. وبعدين ده في البذور بتاعت الكوسه نفسها، بذور الكوسه واحد من الاغذيه الهرمونيه. يعني ايه اغذيه هرمونيه؟ اغذيه تحتوي على هرمون النمو، لان الكوسه دي من النباتات المتسلقه، والنباتات المتسلقه تحتوي على هرمون هرمونات نباتيه بيسموها هرمونات النمو، فتبقى سبب في قلب الكوسه. قلب الكوسه اقوى حاجه في الكوسه على الاطلاق، لانه بيحتوي على البيبي سيدز او البذور الصغنطوطه. الصغنطوطه اللي هي زي الاجنه عندنا كده. سبحان الله، زي ماشي. دايما بيقولوا جنين القمح وجنين الحبوب. ده جنين الكوسه بقى، ده بقى جنين الكوسه. ده جنين الكوسه اللي هو تقدر تقول خلايا جذعيه بتاعت النبات. سبحان الله، اتفقنا. سبحان الله. فالشيف رائد ان انا حاطه جوه المحشي. انت حطيته على اقتناع يا شيف رائد؟ طبعا على اقتناع، اكيد اكيد طبعا. اصل انت غيرت يعني تاريخ عمايل محشي الكوسه. تمام كده، طعمه لذيذ جدا بالتتبيله اللي عاملها. لازم يكون عندنا التتبيله. حاطط فيها ايه؟ التتبيله حاطين فيها الكزبره والجنزبيل، وحاطين فيها الكمون والفلفل الاسمر وشطه وكركم. الكزبره بتقلل السكر، ده كل ده بيؤدي ل ما هي ده دواء بقى. ده محشي ده اختراع. ده يتبروس في برواز ذهب. ما هو ده محشي دواء. بص، قال لك الكزبره ودي بتخفض السكر. تمام. يعني مريض السكر لو جاب معلقه كزبره وطحنها وسفاها هتخفض له السكر. نمره اتنين الزنجبيل. الزنجبيل بيوسع الشرايين، بيزود سيوله الدم، بيمنع الجلطات. التالته فلفل اسمر. فلفل اسمر، والفلفل الاسمر واحد من اهم العوامل المساعده لامتصاص الفيتامينات والمعادن الضاريه في الجسم. الكركم. الكركم وده مضاد حيوي طبيعي طبيعي مع الفلفل الله. الاسود. لا دي صيدليه، بيعمل تركيبه للركب والمفاصل. تمام. دي صيدليه يا دكتور. صيدليه بالظبط. قبل ما نختم النهارده معانا بقى مشروب شتوي. المشروب بقى ده حلو. طيب بص، قبل المشروب عشان يبقى ده الختام الجميلة، الناس تبقى في ذاكرة الناس، معانا أستاذة رشا. أستاذة رشا، أستاذة رشا مش الاتصال اتقطع. الو، اتفضلي يا أستاذة رشا. طيب تمام، اتفضلي يا فندم. الو، اتفضلي يا فندم مع حضرتك. مساء الفل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ازي حضرتك يا شيف رائد؟ شيف رائد يبارك فيك. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ بخير والله. ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا بصراحه، وبحب اكلات حضرتك جدا. ربنا يحبك ويحبنا جميعا ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، من ذوق حضرتك والله. من البرامج فعلا المميزه في قناه الصحه والجمال. يا ريت البرنامج والله بتاع حضرتك يرجع تاني، لاننا اتعلمنا منه حاجات كتير جدا. ان شاء الله راجع البرنامج باذن الله في نفس هذا التوقيت، قبل هذا التوقيت بساعه ان شاء الله، من كل ثلاث.
ان شاء الله من كل اتمنى اسبوع. والله انا من اشد المتابعين لحضرتك وللبرنامج. ربنا يبارك في حضرتك، تسلمي. وبرحب كمان بالدكتور عادل، دكتور عبد العال. اهلا وسهلا، احنا هناكل محشي حضرتك يا دكتور. اهلا اهلا، عايزه اسلم عليك والله. يا ريت تتفضلي معانا تدوقي المحشي بتاع الشيف رائد، هيعجبك جدا. المحشي ده هيعجبك ولا انت عايزه المحشي ده. انت عايزه المحشي ولو دوقتي شوربه العدس بقى بتاع الشيف؟ لا انا بحب ورق العنب جدا بصراحه. طب ما فيش قال حاجه نحطها في ورق العنب بتبقى زي الكوسه؟ هيبقى غير يعني. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. والله حقيقه يعني ربنا يخليك ان شاء الله كده يا شيف، نشوفك دايما كده ما تغيبش عننا تاني ان شاء الله. باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. شكرا. قول لنا بقى حبيبي المشروب. المشروب ايوه مكون من مكون من زنجبيل. زنجبيل كنترول بسرعه بسرعه المشروب. انت قلت لي بسرعه بسرعه بسرعه. ايش حضرتك تقول يا شفرا؟ زنجبيل وتوم وعصير ليمون. وعصير ليمون. زنجبيل وتوم. زنجبيل وغطا خل. بص ومعاهم غطا خل، غطا صغير خل. جميل. ده الايه؟ ده طاقه واحد. بص، واحد من اهم المشروبات لتنظيف الشرايين. يعني شهر كامل تستخدم المشروب ده بارد، يعني تسيبه لما يبرد زي ما كان الشيف رائد هو عامله من وقت يعني. تمام. تسيبه وتشربه قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء. تمام. شهر واحد هينظف لك الشرايين. سبحان الله. ماشي. جميل. واللي ما شافش الحلقه والوصفه يستنى بقى يشوف. انا سعيد جدا. سعيد جدا دكتور. شيف رائد عندك تعليق؟ لا ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. شكرا جدا. طبق السلطه بتاعك. طبق السلطه بتاعي. طبق الشوربه. طبق الشوربه. لا هنا خلي بالك وجبه. لا دي انا بقول صيدليه ووجبه شهيه ووجبه بفضل الله سبحانه وتعالى حاجه جميله قوي. شكرا ليك دكتور عادل، اتشرفت بلقاء حضرتك واستفدت كتير جدا. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك شيف رائد. ربنا يبارك في حضرتك. وربنا سبحانه وتعالى يكتر من امثالك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم يا حبيبي. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا اسباب دايما في ان احنا انه نقدم وجبه صحيه شهيه دايما. استنوني ان شاء الله على خير باذن الله تعالى. معاكم دكتور ياسر شقوير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.